الجديد طبعا انت كتشوفيني كنطل يوميا على الجمهور من خلال واحد البرنامج التلفازي اللي كنديرو من الاثنين حتى الجمعه اللي كنصادف فيه مجموعه ديال النجوم وشاهد المشاهير. تجربه زوينه وعجبني بزاف، بالاخص من لانها عجبت الناس ولقات اقبال عندهم. ثاني حاجه هو انني عندي سلسله في شهر رمضان اللي ساليت التصوير ديالها وغادي نشوفها بحالي بحال الناس في رمضان. خافيش لتا حاجه، ما كتاخذ حاجه، حاجه كتكمل حاجه. لا طبعا انا متواجده لا في التمثيل ولا في التنشيط. التنشيط هو جزء من خدمتي لانني كنت دائما كنقدم مهرجانات، كنقدم يعني خشبات متعدده على طول السنه، ولكن هذه الخدمه ما كانش تتشاف. دابا الان في برنامج تلفزيوني يعني كيشوفوها الناس الاسبوع كامل، تجربه رائعه ممتازه، فيها واحد ليشونج زوين ما بينك وبين الضيوف ديالك. عجبتني وملي عجبت الناس اكثر فانا غادي يعني غنكملها وغنبقى نديرها ديما. كاين مجموعه ديال المقترحات، يا ربي غير نقادو لاجوندا ويقدنا الوقت نديرو كلشي. لا المسرح موجود، هو اللي مابقاش ليا عندي، ماشي مابقاش ليا الوقت. عندي سبيكتاكل، عندي تواريخ، ولكن مع البرنامج كيف ما كتشوفي ما يمكن ليش يعني نكون حاضره الشهر كامل من خلال 4 ولا 5 البرامج ديال العروض. لا كاين يلا هو سالا تصوير ديال واحد الفيلم التلفازي، ما كانش ممكن نكون معاه بحكم انني انا كنت واجد في الرباط والتورناج كان في مراكش، ولكن كاين مجموعه ديال اعمال تلفزيون سينما معاه. يا اختي اللي موجود كل نهار، ويلي راه غير لقائي بك دابا فيه كثير من الحب، فالحب هو المازوت ديال الحياه.